إعداد برنامج عمل الجامعة للفترة الانتدابية 2021-2027. الجامعة يعني عملت ولا تعمل على عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الساكنة. لقاء اليوم كان مع الساكنة ديال مشيخة ولاد السي عيسى اللي شملت دواوير ولاد عمي علال، ولاد عم الفاسي، ولاد عم طالب والعم عمرة. لقاء كان مهم، يعني تقدمنا نحن كمجلس يعني بمشروع برنامج عمل الجامعة، ومن بعد تفتح نقاش مهم كان يعني مجموعة من التدخلات ديال الساكنة اللي عبروا أولا عن انتظارات ديالهم، عبروا عن التثمين ديالهم لمجموعة من المشاريع اللي جات في البرنامج العمل، وكذلك تقدموا بعض المقترحات أساسية اللي كتتعلق أساسا بالجانب اللي هو الآن مهم ومطلب أساسي ديال الساكنة، وهو تعميم الربط الفردي لعموم الساكنة، عملية ديال صيانة وإنجاز المسالك، وكذلك الأمر بالنسبة للبنية التحتية المتعلقة أساسا تأهيل المركز الصحي ديال راس العين، وكذلك بناء دار الولادة وبناء دار الأمومة وغيرها من المشاريع يعني اللي ضمنها برنامج عمل هاد الولاية إن شاء الله. وشكرا. السهل حمد مستشار في الجماعة، هذا اللقاء التواصلي اللي يشرح فيه السيد الرئيس برنامج عمل الجماعة، المهم كان واحد الارتياح اللي هو كبير وقوي من طرف الساكنة، ويعني واللي حقته الجماعة اللي غتحقوا الجماعة طيلة هاد الخمسة سنوات القادمة بما فيها المسالك، الطرق، الماء. وكان واحد التجاوب كبير وفرح من طرف الساكنة. جاد المجمع سيدي جينا استاذنا سيد الرئيس رئيس جامعة راس العين بأن الاجتماع داز مزيان، ودوينا على أمور ديال الماء، دوينا على الأمور ديال الطرقان، دوينا على الماء ديال المدارس، دوينا على كل شيء داز مزيان والله وفقنا. يوم الجمعة كان تجمع مع الساكنة على حساب البرنامج عمل ديال الجماعة، كان فيه تجمع ناجح، كان الساكنة بواحد الكثافة كبيرة، كانت الأسئلة ديال الساكنة حتى هي كيسولوا على الماء الصالح للشرب، سولوا أسئلة على الطرق اللي هي خاصها الصيانة، بزاف ديال الأسئلة اللي سألوا الرئيس، وكانت أجوبة من الرئيس مقنعة لهذوك الساكنة بأنهم هما مقتنعين بأن هذيك المصالح وهاد المشاريع اللي مبرمجة الجامعة كلها في الصالح ديال الساكنة. كان لقاء يومه الجمعة 5/8/2022 بمشيخة قوارشة بحضور يعني الساكنة ديال مجموعة الدواوير ديال المشيخة الحماودة الصوالحة ولاد الريو ولاد العامري، وكذلك يعني الفعالية المجتمع المدني المنتمية للمشيخة المذكورة. تم سرد برنامج عمل من طرف رئاسة المجلس. حقيقة كان لقاء ناجح امتياز من خلال حضور يعني المكتب الساكنة، كذلك من خلال يعني الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات اللي جاوا بها مجموعة من الساكنة، واللي كانت منصبة أساسا في الماء الصالح للشرب، حيث الكل تمنا مسألة يعني ومطلب تعميم الربط الفردي لعموم الساكنة، كذلك كانت تساؤلات
همت بالخصوص يعني صيانة وإنجاز المسالك، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة وقطاع التعليم، وكذلك صيانة المقابر. نحن يعني كمجلس يعني نثمن هذه الاقتراحات وهذه المبادرات اللي هي إلى حد ما مشات موازاة مع التوجهات ديال المجلس، ولكن هذه اللقاءات التشاورية بكل صراحة يعني كانت مهمة لنا كأغلبية ديال المجلس من أجل يعني بلورة كما قلت وتنزيل هذا البرنامج ديال العمل إن شاء الله اللي غادي يحظى بموافقة المجلس إن شاء الله وبالدراسة من طرف المجلس خلال الدورة العادية لأكتوبر القادمة إن شاء الله. شكرا. بالقاسم بن سحنون، كاتب جمعية مستغلي الماء الصالح للشرب والتنمية في ولاد العامري قوارشة. حضرت هذا اللقاء التواصلي اللي كان حضروا عدد كبير من الساكنة، حيث نوقشت عدة مشاريع من بينها صيانة الطرق وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وبناء سياج للمدارس والمقاهي. يوم 7 شهر غشت 2022 كنا على موعد مع اللقاء التواصلي التشاوري متعلق ببرنامج عمل الجماعة، بحيث كان هذا البرنامج يحضروه واحد المجموعة ديال المواطنين اللي كينتميو للمشيخة ديال المركز رأس العين ومشيخات العونات. الحمد لله يعني هذا الاجتماع داز في ظروف جد حسنة، حضروه مجموعة ديال المواطنين اللي كانوا من مختلف الأعمار، وحاولنا يعني نبسطوا ونعرضوا المشروع ديال برنامج عمل جماعة المنبثق عن المجلس الجماعي لجماعة رأس العين الشاوية. الحمد لله هذا المشروع وهذا البرنامج عمل لقى واحد التجاوب كبير من طرف المواطنين، جذبنا أطراف الحديث بشكل مستفيض وناقشنا المواضيع والمشاريع المزمع يعني إنجازها بالجماعة الترابية لجامعة رأس العين، وكان يعني واحد التجاوب اللي هو كبير إن شاء الله. يوسف قرفي، أحد فعاليات المجتمع المدني. اليوم بصفتك احد فعاليات المجتمع المدني حضرنا لهذا اللقاء التواصلي اللي عقدته جامعه راس العين مع الساكنه من اجل طرح البرنامج العمل ديال الجامعه لسنه 2021-2027. بصفتي كفاعل جماعي كنلاحظ بان هذا البرنامج كان برنامج شامل وبرنامج موضوعي وبرنامج واقعي اللي كيناقش جميع القضايا اللي كتهم الساكنه، لا من جانب الصحه، لا جانب الثقافه والرياضه، لا من جانب البيئه، لا من جانب الانشطه الثقافيه. صراحه برنامج واقعي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى ان هذا البرنامج يخرج لارض الواقع ويتحقق بواحد النسبه ديال 95% ولما لا 100% من اجل رد الاعتبار للساكنه ديال راس العين ان شاء الله، رد الساكنه ديال جامعه راس العين الشاويه اللي كتستاهل اكثر. ونكب بصفتي اليوم كاحد فعاليات المجتمع المدني، عجبني العرض اللي قدمه الاخوه الاخ مختار شجاع ولا الاخ احمد فاريق نيابه عن السيد الرئيس، اللي كان برنامج واقعي وبرنامج شامل اللي ناقش جميع القضايا لا الصحيه لا البيئيه لا الرياضيه لا الثقافيه. وكنطلب الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج يخرج الارض للوجود وتحقق منه كما قلنا واحد 95% ولا 100%. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنطلبوا من الناس المسؤولين يعينوا هاد الجماعه باش يعني تكمل المصالح ديالها، لان الناس المسؤولين الا ما عانوش هاد الجماعه، يعني الجماعه عندنا بها خبره بان عندها غير ميزانيه لا تكفي يعني جميع الدوائر، فإلى عونوا المسؤولين الله يخليهم. كنطلبوا منهم يعينوا هاد الجماعه وهاد السيد الرئيس اللي فيه واحد الحماس اللي ما كاينش، كنظن انا ما كاينش شي رئيس وما كاينش شي رئيس اللي كيصرح يعني المواطنين بالمصالح قبل.
يعني ما كنظنوهاش، لان الرؤساء كاع كيخدموا داك الشيء اللي تحت هذا، ولا المهم ما كيسرحوش بالمصالح كلها. حنا سمعنا المصالح اللي غادي تدار، كنطلبوا الله يكمل على هاد الناس ويكمل على هاد المجلس، لان هاد المجلس كل شيء غادي في الصف ديال السيد الرئيس. نطلبوا لهم التوفيق ونطلبوا لهم يعني المزيد من الاصلاحات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله تعالى بركاته على وفقنا هذا الراجل، هذا الرئيس هذا، الله يطول عمره الله يجزيه بخير. واقف معنا الحمد لله بمعنى الكلمه. اول الحمد لله ديال هذا المجهود ديال هذا، الحمد لله كيجمع الناس وكيدير هذا باش نديروا المسائل اللي هي توفق البلاد واللي هي خاصه بهذا، وبزاف ديال الحويجات اللي خاصيننا هنايا الحمد لله. الله تبارك وتعالى يطول عليه ويوفق جميع. نطلبوا من المسؤولين تما يتعاونوا مع 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 مع, مع, مع السيد الرئيس، لانه تا هو راه خصهم يتعاون معاه. يد واحده راه ما كتصفقش هاي. وهاد الناس اللي هما تما متعاونين، هاد الجنه ديالو ولا الناس اللي هما نطلبوا الله تعالى يجازيهم بخير، تما راهم واقفين، اللي هو السي عزيز خومان والسي الحاج احمد فاروق، راهم تما متعاونين. ونشكروا الساكنه تما، راهم كلهم راهم واقفين وكلهم فرحانين بهذا الشيء هذا اللي هذا. نطلبوا الله تعالى يسر الجميع ان شاء الله. في اللقاء التواصلي الاستشاري المنظم من طرف المجلس الجماعي جماعة الشاوية حول مشروع عمل الجماعة للولاية الحالية 2021-2027، الذي هم ساكنة مشيخة البهالة، والذي عرف حضور مكثف ومر في أجواء تطبعها المصداقية. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.